الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي شروق. أهلا بك عمرو، وأهلا بحضراتكم. والبداية مع العناوين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية. وفد من 64 دولة يتفقدون أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية. ومعكم في أخبار الرياضة نتابع: محمد صلاح يواصل الهيمنة على الجوائز الفردية ويتوج بجائزة لاعب العام في إنجلترا. الأنباء بالتفصيل من القاهرة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم بهدف العمل على الاستجابة لمطالب المواطنين والتفاعل لحل مشكلاتهم. جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي. وأكد مدبولي أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن والعمل على تيسير مختلف الإجراءات بما يضمن إزالة وحل أي مشكلات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية. وذكر المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء، مشددا على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة قناة السويس من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين. وأشارت هيئة قناة السويس إلى تحقيق القناة نموا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو الماضي. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من الشباب يمثلون 64 دولة من المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، حيث تفقد الوفد كيانات الأكاديمية المختلفة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا. تأكيدا على الريادة المصرية في تعزيز دور الشباب محليا وإقليميا ودوليا وتمكينهم من المناصب القيادية للاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب، والذي تنظمه وزارة الشباب برعاية رئيس الجمهورية. هؤلاء يمثلون 64 دولة من مختلف دول العالم جاءوا إلى هنا ليشاهدوا هذا الصرح الأمني المتميز في إعداد الكوادر الأمنية محليا وإقليميا ودوليا. الزيارة دي بيكون لها تأثير، دي طبعا ثاني مرة، الدفعة الأولى السنة اللي فاتت احنا جينا برضو الأكاديمية، المردود ليها بيكون كبير عند الشباب بشكل كبير جدا، بيشوفوا ازاي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة بتتعاون مع دول مختلفة، المراكز البحثية، كلية الشرطة والتدريبات وحجم التدريبات. من أكتر الزيارات اللي كانت مؤثرة في الشباب. قام الشباب بجولة بين جنبات الأكاديمية لتفقد كياناتها ومنشآتها. بين صرح وآخر داخل الأكاديمية تنقل الشباب، حيث تعرفوا على إمكانات مركز الدراسات الأمنية ودوره في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من مختلف الدول، وكلية الدراسات العليا ودورها في إتاحة الفرصة للضباط المصريين والوافدين من الدول العربية والشقيقة لاستكمال دراستهم العليا. شفت قد ايه أكاديمية الشرطة بيهتموا وبيركزوا في تدريبات الشرطة في عشان الأمن والأمان البلاد. كانت مفيدة لي بشكل كتير كبير. أولا
اتعرفت انه مصر شو عم تعمل على مستوى المحلي وشو عم بتتطور على المستوى العالم العربي والمستوى الدولي. زيارتي في الأكاديمية الشرطة كانت فائقة التوقع، لم أكن أعرف أنها ضخمة بهذا الشكل. أنا منبهرة جدا من هذه الزيارة. وتوجه الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية المشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. أكثر شيء لفت انتباهنا هو تدريب للأخوة العرب والأفارقة من دولة تشاد ومن دول أخرى عربية. One thing that I liked about this visit is that this police academy empowers also other African nationalities with basic skills and also sustainable skills for them to be representing ourselves in the United Nations within other countries. كلية الشرطة، والتي تعد مصنعا بحق للرجال، كانت محطة مهمة في زيارة الوفد، والذي شاهد كيفية إعداد طلابها ليحملوا مشعل أمن الوطن مستقبلا من خلال برامج تدريبية متطورة تطبق في هذا الإطار، حيث أدى الطلبة جانبا مما اكتسبوه من مهارات في مختلف مجالات العمل الأمني في ميادين التدريب المتنوعة الموجودة داخل الأكاديمية، والتي تحاكي الواقع في صعوبتها، كذا ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي. What we have experienced and seen in this center, I never thought it is in Africa, but I have seen that the Egyptians, when it comes to their security, it is a priority number one to them. وشاهد الشباب عروضاً مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة المستخدمة في أداء بعض المهام الأمنية. The visit to the police academy has been such a great learning experience. It's offered me an insight to the extensive training that gets offered to Egyptian police officers. So far it has been so great and I'm really impressed. هذه الزيارة أول شيء عرفتنا على مدى قوة الشرطة في جمهورية مصر. من ضمن الأشياء اللي هم يدرسون فيها حقوق الإنسان، وهذا أهم سمة يتميز فيها الشرطي، بحيث أنه يقدر يخدم الناس ويقدر يعني يرد حقوقهم. شعور لا يوصف، وبالنسبة لي يعني الكثير والكثير قد إيه بلدي قوية واقفة على رجليها وتقدر تتحدى أي حد، مش تحدي بس دايما هي إن لم تمتلك القوة فستكون مطمع من الآخرين. تتوالى الزيارات المحلية والدولية لأكاديمية الشرطة، والتي تؤكد على تميز هذا الصرح التعليمي الأمني في إعداده للكوادر الأمنية المحلية والدولية ليحملوا أمانة أمن الأوطان واستقرارها. هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة نقاشية حول قيم ومبادئ الإعلام ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وخلال الجلسة قدم وزير الشباب الشكر إلى الرئيس السيسي على رعاية سيادته الدائمة لتلك المنحة ولمختلف الفعاليات والأنشطة. منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة تهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية والعمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز. منحة ناصر للقيادة الدولية كانت فرصة ذهبية بالنسبة إلي، وخاصة أنها منحة وين يكون كاين اتحاد، يعني وين تجمع كل العالم العربي، وليس العالم العربي فقط بل العالم كله، وخاصة نحن هنا 70 جنسية. لهذا استفدنا كثير انه بنشارك مع بعض التقاليد والعادات. احنا قادرين ان احنا كلنا نتواصل مع بعض ونتبادل الخبرات، بنعمل زيارات ميدانية. النهاردة كنا في أكاديمية الشرطة وشفنا حاجات كتير قوي من الأكاديمية والكلية،
طبعا دوت بيعرف اكتر الشباب اللي جاي من بلاد مختلفه على مصر، وكمان بنقدر ان احنا بعد كده بالليل في السيشنز بتاعت يعني الافترنون او في الليل ان احنا نتعرف اكتر على بقى بلادهم بتعمل ايه وحاجات مماثله. وتعتمد المنحه بشكل كبير على الشراكه بين بلدان الجنوب والتعاون الانمائي بين البلدان الموجوده في جنوب الكره الارضيه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات العملية والحلول التكنولوجية وخلق فرص عمل للشباب من مختلف أنحاء العالم. المنحة دي بتجمع حوالي 73 دولة حول العالم، وبما فيهم مصر مشارك فيها حوالي 20 شاب و150 شاب من جميع دول من مختلف دول العالم. والحقيقة بيستقبلنا لفيف من القيادات اللي بيمدونا بالخبرة والخبرة الحياتية والسياسية اللي تقدر تأهلنا للمناصب القيادية في الدولة. من خلال زياراتي عم بتفاجأ بالوضع التحسن الهائل الكبير، التطور بالانفتاح اللي جمهورية مصر العربية عم بتقوم فيه، بالتجارب الفريدة من نوعها. يعني هي أول دولة عربية فعلا تقوم على جلب الشباب ليس فقط من العالم العربي أو من منطقة الشرق الأوسط، ولكن من جميع الدول تقريبا. يعني لدينا ما يقارب 75 أو 76 دولة، وهذا أمر رائع ومتميز لهذه السنة. تسعى مصر لتعزيز دورها في تحقيق الرؤية الإفريقية المشتركة وتوطيد العلاقات مع الشعوب الإفريقية، وذلك من خلال منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية وتعريف الشباب بأهمية بناء المؤسسات الوطنية وخلق جيل جديد من القيادات الشابة في مختلف المجالات. كريم كمال، التلفزيون المصري. اعتمد المجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية البالغ عددها 10 جوائز، وقد تنافس على هذه الجوائز 42 متنافسا. نتابع. نحن نجتمع للإعلان عن أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق التقديرية النيل والنيل للمبدعين العرب في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية. هكذا يجيء المؤتمر الصحفي للإعلان عن جوائز الدولة التقديرية بمثابة العيد الرسمي للمثقفين والأدباء، حيث يتم اختيار الفائزين للعشر جوائز من الدولة بعد منافسة قوية بين 42 متسابق. بيعتبروا عرس ثقافة اليوم، لأن عملية التصويت على أفضل العقول اللي أبدعت وابتكرت في الأداب والفنون والعلوم الاجتماعية ده شيء جميل جدا. ومش بس كده، احنا دلوقتي كمان في جائزة النيل للمبدعين العرب، فأيضا مصر بتظل بإستغلالها على المبدعين العرب. كان اليوم جميل جدا، التصويت كان في هدوء وكان رائع جدا وما فيش فيه أي مشاكل الحمد لله تمام. وتنقسم جوائز الدولة التقديرية إلى ثلاثة أقسام: جائزة النيل ولها أربعة فروع، جائزة الدولة التقديرية ولها ثلاثة فروع، وجائزة الدولة للتفوق ولها ثلاثة فروع. وفي مجال الفنون فاز بالجائزة المخرج الأستاذ داود عبد السيد. في مجال الآداب فاز بالجائزة الروائي الأستاذ إبراهيم عبد القوي عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد. ويمر الفائزون بهذه الجوائز بالعديد من المراحل الشاقة التي يقرها المجلس الأعلى للثقافة. طبعا جواز الدولة ده يعني نقول حصاد عدد كبير من الكتاب والمبدعين والفنانين والعلماء في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. أيضا لشبابنا في جائزة الدولة التشجيعية، ده من أهم الأحداث اللي بتتم في وزارة الثقافة المصرية. وقد شارك في عملية التصويت للفائزين أعضاء المجلس كاملا بحضور 36 عضوا. لمسة وفاء تقدمها الدولة لمثقفيها ومبدعيها من خلال جوائزها التي تثري الحياة الثقافية بين المتنافسين وتعودهم معنويا وماديا عن أوقات اجتهادهم التي لولاها ما حافظت مصر على تربع عرش قوتها الناعمة باقتدار. من دار الأوبرا المصرية أحمد بكير للتلفزيون المصري. نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرضا للمنتجات اليدوية التراثية والهدايا تحت عنوان اشتري المصري بمقر وزارة الخارجية، ويسعى المعرض إلى تقديم المنتجات المصرية أمام أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من مختلف أنحاء العالم. للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والترويج للثقافة الفنية،
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مختلف جهات الدولة معرض تحت عنوان اشتري مصري بوزارة الخارجية لمساندة أصحاب الحرف والترويج لمنتجاتهم. احنا شغلنا أقطان مصرية 100%، والجماعة اللي هم اللي بيسافروا برا السفراء والناس اللي بيحبوا يسوقوا فعلا شغلنا بيعجبهم الشغل ده بياخدوه كدعاية للإنتاج المصري. من حوالي 3-4 سنين كده بدأت نهضة شوية في الحرف، لأن المعارض دي انتشرت وبدأوا يعني المسؤولين برضو ياخدوا بالهم من الحرفيين اللي زينا وياخدوا بالهم من الحرف ديت، ويصعب عليهم برضو إن هي تختفي. فمعرض زي ده بيخليني أبقى فاتح الورشة طول الوقت وأدرب بقلب، لأن اللي أنا هدربهم هقدر أشغلهم كمان. فتح أفاق تسويقية جديدة في الداخل والخارج هو هدف رئيسي للمعرض لحفاظ وحماية تلك الحرف، وأيضا لمحاربة البطالة لإنقاذ أصحاب الحرف من الهجرة غير الشرعية. إحنا كلجنة وطنية تنسيقية تابعة لرئيس مجلس الوزراء بنكافح الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، بنجد إن ده شيء جميل إن ندي فرص عمل للحرفيين. طيب ميزة هذا الموضوع إنك بتساعد الحرفيين على إنهم يشتغلوا، بنحافظ على الحرف التراثية، وبندي صورة جيدة لسياسة الدولة سواء كانت استراتيجيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. فكرة المعرض هنا علشان الدبلوماسيين والسفر الموجودين لو حابين ياخدوا أي هدايا من منتجات مصرية وهم مسافرين، فهي طبعا فرصة كويسة إن احنا منتجاتنا تخرج برا مصر وتتصدر لبرا. ويهدف معرض اشتري مصري إلى ترويج المنتجات التراثية التي تمثل جزءا من تاريخ مصر والتي لاقت إعجاب الدبلوماسيين المقيمين فيها، وتسهم في تعريفهم بحضارة مصر الغنية بالفنون والإبداع. المنتجات الحرفية والتراثية تعتبر ثروة قومية وقيمة مضافة للاقتصاد المصري، وفتح أسواق عالمية لها هو أنجح وسيلة لتطويرها وللحفاظ عليها من الانقراض، مثلما فعلت دول كثيرة مثل الصين والمغرب. من داخل وزارة الخارجية، بسمة الشاعر، التلفزيون المصري. تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي. أطلع وزير النقل خلال جولته على معدلات تنفيذ عدد من قطاعات الطرق مثل رفع كفاءة الطريق وتوسعتها في المسافة من بنها حتى بركة السبع. بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع ازدواج محور طنطا الصنطة زفت الجديد، كما تابع وزير النقل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المحور المزدوج كفر الشيخ دسوق بواقع 3 حارات لكل اتجاه. ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 91%. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن القناة قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة تصبو إلى تحقيق تطوير متكامل بحلول عام 2023. وأشار ربيع خلال لقائه مع السفير أوكا هيروشي السفير الياباني في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين أن استراتيجية تطوير مرفق قناة السويس يتضمن محاور عدة، أبرزها استمرار العمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحي وتحديث أسطول الوحدات البحرية، وذلك جنبا إلى جنب مع تعظيم الاستفادة من شركات وترسانات الهيئة وتنفيذ خطة التحول الرقمي. وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط بروتوكول تعاون مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة وشركات التابعة لها. ذكر بيان مشترك لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة وشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر عام 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضي المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على شركات إلى مصلحة الضرائب.
في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي لحوار الطاقة المستقبلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا بالأردن، شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى التي تهدف لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة وتأسيس مزيد من المبادرات في مجال الطاقة المتجددة والبنية الأساسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وعلى هامش المؤتمر وقع الملا مع نظيره الأردني مذكرة تفاهم لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب وتبادل الخبرات في أنشطة الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والبترول والغاز. كما عقد الملا سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع عدد من الوزراء الأوروبيين، حيث التقى مع الدكتور روبرت هابك وزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، وبحثا مستجدات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على المناخ والطاقة، إضافة إلى استعدادات مصر لتنظيم قمة المناخ. كما عقد لقاءات ثنائية مع وزيرة الطاقة البلجيكية ووزير الطاقة البلغاري ومدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانسيسكو لاكميرا، حيث تم مناقشة فرص التعاون في مجالات الطاقة المختلفة والعمل على خفض الانبعاثات والاستفادة من التجارب والحلول الأوروبية في هذا المجال وتنمية أنشطة الهيدروجين والبنية التحتية. أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدور غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع محافظة القاهرة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المواطنين وتوفير السلع كافة بالأسواق وتنظيم المعارض والشوادر بأسعار مخفضة سواء في المناسبات أو الأيام العادية. جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لغرفة القاهرة التجارية ولقائه عددا من أعضاء مجلس إدارتها وبعض أعضاء الشعب التجارية لبحث سبل جديدة للتعاون لزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة وتقنين أوضاع الباعة الجائلين ودعم رواد الأعمال والمشروعات كافة خاصة متناهية الصغر وصغيرة والمتوسطة. هذا وتفقد محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بشوارع حي شرق مدينة نصر، وشملت الجولة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع حول محور شينزو أبي، وانتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة وتشجير شارع أنور المفتي. وأشار المحافظ إلى أن شارع أنور المفتي سيتم استخدامه كمحور يربط بين شوارع النصر والطيران وعباس العقاد، بما يخفف الكثافة المرورية بتلك المناطق. استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي السيد ساينس كريستيان رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري الألمانية، وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين شركة حلوان للصناعات الهندسية والشركة الألمانية لإنتاج وتصنيع ذخيرة شرقية. كما تمت مناقشة مستجدات التعاون بين الجانبين لإنشاء مسبك لإنتاج مسبوكات أجسام ماكينات سي إن سي بشركة حلوان للمسبوكات مصنع 9 الحربي لصالح الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى التعاون في مجالات الرقمنة الصناعية والتدريب. يبدأ في 9 من صباح الغد بمقر وزارة القوى العاملة تلقي طلبات الترشح لمجالس إدارة النقابات العامة على مستوى 27 محافظة، وتشمل 29 تصنيفا نقابيا للعاملين بعدد من قطاعات الدولة. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، قال إنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم 12 من يونيو الجاري، والطعون يوم 13 من يونيو، والبت فيها يوم 14 من ذات الشهر، إضافة إلى إعلان الكشوف النهائية يوم 15 من يونيو، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة يوم 17 من يونيو، والبت في التظلم في 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق في 19 من يونيو المقبل. نظم فريق من باحثي جهاز شؤون البيئة وعلماء من مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية رحلة استكشافية بمنطقة الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية، حيث أسفرت الرحلة عن اكتشاف حفرية
لفقرة مغطاة برواسب صلبة من الحديد والرمل، وبعد إزالة الرواسب من على الحفرية وبالدراسة التشريحية المفصلة لها تبين أنها تمثل الفقرة العنقية العاشرة من رقبة ديناصور آكل اللحوم يبلغ طوله نحو 6 أمتار، ينتمي لفرد من عائلة الديناصورات تسمى بأبيلوسوريات. من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الواحات البحرية تمتلك شهرة أسطورية واسعة لحفريات الديناصورات، حيث يوجد بها صخور يرجع عمرها إلى حوالي 98 مليون سنة تقريبا. أجرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد زيارة لمحافظة الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية صديقة البيئة برفقة اللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد. أحد أكبر مشروعات الاستثمار الزراعي على مستوى المحافظة على مساحة 80 فدانا، يتضمن مشروع الصوب الزراعية لإنتاج مختلف أنواع الخضروات والفاكهة والتي يبلغ عددها 50 صوبة ليصل إلى 100 صوبة زراعية بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى مزرعة للنخيل تضم 7000 فسيلة و18 ثلاجة لحفظ التمور، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 طن، ومشروعا للاستزراع السمكي على مساحة فدان ونصف الفدان. ثم قامت الوزيرة بتفقد معامل إنتاج الحرير، وهي المبادرة التي أطلقتها المحافظة بهدف إحياء صناعة الحرير وتوطينها. الطاقة المتجددة احنا عندنا أكثر من 20 ل 30 ميجا طاقة متجددة، سواء آبار، سواء أهالي، سواء مصالح حكومية. عندنا مستقبل الزراعة، وكل العالم بيتجه يمكن احنا أكبر رقعة زراعية موجودة في مصر، احنا 44.5 مساحة مصر، منها 3.5 مليون فدان صالحين للزراعة ان شاء الله. واحنا بدانا مع سياده الرئيس في موضوع توشكا والعوينات بدايه ارض الخير، وان شاء الله كل سنه في خير في الوادي الجديد. يكفي احنا عندنا 5 مليون نخله تمر، بننتج حوالي 250 ألف طن تمور، بننتج مليون طن قمح، بننتج مليون طن بطاطس، بننتج يعني شوف انا قلت لك كل ده خير. اهل الوادي الجديد بياخدوا منه قد ايه؟ 1%، والباقي كله لأهل الجمهورية والتصدير خارجي إن شاء الله. ومع إطلاق محافظة الوادي الجديد مبادرة مدينة خالية من البلاستيك بهدف الحد من استهلاك البلاستيك والتوسع في استخدام المنتجات صديقة البيئة، قامت الوزيرة والمحافظ بتفقد أول وحدة إنتاجية للصناعات الورقية بالمحافظة لإنتاج الأكواب والأكياس بديلا عن الصناعات البلاستيكية، وتحت شعار صنع في الوادي الجديد. محافظة وادي الجديد في سعيها أن هي تبقى محافظة صديقة للبيئة، واحد إنتاج الأكياس القماش اللي هتبقى بديل للأكياس البلاستيك اللي تقدر الستات والمواطنين يستخدموها لشراء الأشياء، اثنين الكوبايات الورق بديلة الكوبايات البلاستيك، وده مهم جدا لأنه بيوفر فرص عمل، هي دي اللي بنسميها الوظائف الخضراء. اثنين بيستبدل الموضوع بمنظومة متكاملة، احتياجات المحافظة في مدينة الخارجة كل ما بيبقى فيه تنمية أو احتياجات بنفكر ازاي تبقى اللي بيتعمل ده يبقى صديق للبيئة. احنا كمصنع الملابس يعني اخذنا خامات، هنستخدم كل الخامات اللي هي صديقة للبيئة زي الكتان 100% والقطن 100%، وبعض مثلا ايه الشغل البيئة اللي هو مثلا الزعف كده، فهندخله في اشغالنا. وعملنا كتجربة مثلا حضرتك ازاي طبعا حضرتك شايفة ده كتان 100% ما فيهوش اي مواد ضارة، كلها صديقة للبيئة. جولة الوادي الجديد لم تكن الأولى وليست هي الأخيرة، بل وتستمر الجولات بأنحاء مصر التي تقفز سريعا نحو بيئة خضراء مستدامة. نهاية الخامسة، وهذا تذكير لحضراتكم بأهم ما جاء بها من عناوين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية. وفد من 64 دولة يتفقدون أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية. مسبيرو.إيجي عنواننا الإلكتروني. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. في أمان الله.